طيب تعالوا بقى نتكلم بقى عن نفسنا، تعالوا نتكلم عن المصريين اللي دايما مشرفينا ورافعين راسنا على كل المستويات وعلى كافة الأصعدة. المصري عند اللزوم بيكون جبروت، يعني لما بيحط حاجة في دماغه ملوش حل. هنتكلم بقى عن الجانب الرياضي والأرقام القياسية، وهنحكي لكم قصة غطاس مصري قدر يحقق رقم قياسي بموسوعة جانس للأرقام القياسية للغطس تحت الماء لمدة قد إيه يا حضرات؟ لمدة قد إيه يا ست الكل؟ قول لنا بقى. 145 ساعة يا إخوانا، عاش المدة دي كلها تحت المية حياة كاملة بالمعنى الحرفي. إزاي بقى؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. وبالمناسبة التقرير بيتضمن لقاء مع صدام كيلاني صاحب قصة أطول غطسة تحت المية. من غير أكل، من غير شرب، من غير أي حاجة. هنعرف، أنا لسه زيك أهو، هنشوف سوا، اتفضل. والله الفكره كلها جت لما كابتن احمد جبر في 2014 عمل اعمق غطسه في تاريخ البشريه، وهنا قررت ان انا احاول ان انا اعمل حاجه مختلفه، ولقيت ان اسهل طريق بالنسبه لي ان انا اعمل اطول غطسه في التاريخ. وكان ايامها اطول غطسه في التاريخ كان 48 ساعه، وبدات اجهز نفسي وبدات اتمرن، والحمد لله في 2020 ربنا وفقني ان انا كسرت الرقم وعملت 145 ساعه، وكان اطول وقت يقعده بني ادم تحت الميه على مر التاريخ. كانت الرحلة طويلة قوي، فيها شوية تحديات كتير، تحديات بقى مادية ونفسية، وانك بتتمرن وفي حاجات بتقابلك في المعدات وفي تجهيزات بتقابلك وفي تصاريح، فكل ده كان ستريس عليك طول الفترة دي. بس اللي اكتشفته بعد ما وصلت وحققت حلمي انك ما ينفعش تستسلم مهما حصل، لان مهما كان الصعوبات اللي بتواجهك ده في الاخر هتحس بقيمة وحلاوة اللي انت حققته وتعبت فيه. السؤال اللي دايما بيتسأل، انت ازاي عايش 6 ايام تحت المايه؟ الفكره كلها انك من 2015 لما بدات التمرين بتاعك بدات تجهز نفسك وتاهل نفسك انك تعمل كل حاجه موجوده في حياتك اليوميه بره المايه انك تعملها تحت المايه. يعني الحمد لله وصلنا ان احنا نقدر نجهز سرير علشان ينزل تحت المايه علشان تقدر تنام طبيعي تحت المايه. نزلنا شطرنج ونزلنا دومنا وبننزل كتب ووتر بروف، كتب مضاده للمايه علشان نقدر نقراها ونستفيد تحت المايه. بتستفيد بوقتك، بتستغل وقتك كامل. نزلت الجيم بتاعي تحت المايه، وده كان غريب شويه ان الناس انت ازاي بتعيش حياتك كامله تحت المايه؟ انا عايش حياتي تحت المايه، باكل وبشرب وبعمل حمام وبصلي وبلعب يوجا وميديتيشن وبروح الجيم وعندي تدريبات يوميه بعملها كل يوم وعندي تاسكات بتطلب مني من الدكاتره علشان اقدر محافظ على القدره الذهنيه والجسديه بتاعتي طول الفتره دي. لما بدات في مجال الغطس في اخر سنتين ثلاثه بدات الاحظ كميه التلوث اللي موجوده في البحر، ومن هنا جات لي فكرة ان انا اعمل اول متحف من الريسايكلينج واعادة الاستخدام من البلاستيك، وبدأت اجمع البلاستيك اللي موجود في الزبالة واللي موجود على الشواطئ وان انا اعمل منه مجسمات، وقدرت ان انا اعمل اكبر سلحفة من البلاستيك في مصر وفي الشرق الاوسط، وكانت حوالي 3200 ازازة بلاستيك مختلفة الاحجام. الاطوال بتاعتها او الابعاد بتاعت السلحفة كانت 6 متر ونص طول، عرض 4 متر ونص، وارتفاع متر ونص، وكانت مجسم ثلاثي الابعاد كامل للسلحفه مليان بلاستيك. وكانت اول رساله منه انك تقدر توصل للناس قد ايه كميه المخلفات البلاستيكيه اللي احنا بنطلعها كتير قوي، وقد ايه الضرر اللي واقع على البيئه لو احنا ما قدرناش نستغل الكلام ده وما قدرناش نعيد استخدامه مره تانية علشان نحافظ على البحر على الاقل. بلس ان انت بتحافظ على البيئه جماليا وبيئيا وصحيا عشان تقدر تحافظ على الكلام ده كله. الأحلام بسيطة بس مش سهلة. الأحلام بسيطة بس مش سهلة. كل الناس بتقدر تحلم، بس كم واحد هيقدر يحقق حلمه؟ وعشان تحقق حلمك لازم تبقى متأكد 100% إنه مش هيبقى سهل، ولازم تواجهك صعوبات ومشاكل. ربنا لما حط فيك فكرة الحلم دي عشان هو واثق فيك. السؤال هنا كل يوم تصحى الصبح، أنت هتخزر ربنا؟ يعني هل أنت هتكون عند حسن ظن ربنا فيك ولا لأ؟ هتحقق الحلم اللي ربنا حاطه فيك ولا هتستسلم ويبقى نفسك قصير وخلاص يا جماعة أصل الظروف أصل المشاكل؟ فأنا أتمنى إن محدش يستسلم، وأتمنى في يوم من الأيام أقابل حد يقول لي بسببك ما استسلمتش، وإن شاء الله بإذن الله يعني نعمل أرقام جديدة كتير، لأن الرقم اللي جاي ده أول مجرد بداية لحلم كبير أوي لصدام وغيره من الشباب، وإن شاء الله نشرف مصر ونعمل أرقام كبيرة أوي كمان تشرف مصر على مستوى العالم.